يا شباب مع بعض إن شاء الله، هفتح بس الملف وأشير ال ونشتغل. الناس كلها دلوقتي ممكن تفتح المحاضرة اللي فاتت، أول صفحة اللي هي كانت صفحة رقم 11، دي كانت تمارين، فدي أنا هحلها معاك دلوقتي. تجيب ورقة وقلم كده خليها معاك عشان الناس هتشاركني فيه الإجابات. هنجيب ايه يا دكتور؟ معلش. ورقة وقلم كده بس عشان لما أجي أسأل حد يشاركني، أنا عايز الناس تمام تشتغل، تمام عايز الناس تشتغل. وأنا بجنبك كده وإيه الناس تشتغل معايا. النهارده ان شاء الله هنراجع على شابتر 1 اللي هو بيتكلم على البارابولا والاليبس والهايبربولا، هنتكلم على هي دي الافكار اللي هنتحنك فيها. انا مش هطلع بره الافكار دي في سواء امتحان التكويز او في امتحان الميد تيرم او ايا كان الامتحان اللي هنمتحنه. فعندي نوعين من الاسئله. النوع الاولاني ان انا اقول لك ديسكرايب اند سكتش، اعمل كل حاجه في المسائل زي المسألة رقم 1، المسألة رقم 2، والمسألة رقم 3، زي مسألة 1 و2 و3 4. و4. النوع التاني من الأسئلة اللي أنا بديك بعض المعلومات وأقول لك أوجد أنت الإيكويشن سواء كانت إليبس أو بارابولا أو هايبربول. طيب أول مسألة معانا يا شباب اللي هي y سكوير y يساوي 2 x باور 2 ناقص 6 x زائد 4. اي حد كده من الشباب بيشارك معايا كده؟ مين؟ بارابولا مين بيتكلم؟ رقم كام؟ ايوه تمام 404. طيب كمل بقى معايا المسألة دي برابولا، اللي عرفك لو في اكس سكوير وما فيش تاني معامل فيه، يعني ما فيش اللي هو معامل تاني اكس، بارابولا، اللي هو ما فيش هنا باور بارابولا من الآخر بالظبط. يعني ما هيش بارابولا، يبقى دي بارابولا. طيب ينفع نحلها كده على طول ولا لازم نعمل أول خطوة نعملها إيه؟ كومبليتنج سكوير الإكمال مربع. طب يا سيبها زي ما هي، ينفع اعمل اثنين مربع وهي كده الجزء ده كده ينفع ولا لازم اعمل الاول؟ هناخد المفروض عامل مشترك الأول. ايوه اثنين وافتح قوس واقفله هات من جوه اكس باور الإكس 2 ناقص اكس باور 2 تمام ناقص 3 اكس 3 إكس. اكمل المساله. طيب بعد كده هنحل بقى بعد الإكس كده باور الكود 2 ده اعمله كومبليتنج سكوير، ادا واي هذا يساوي تساوي ادا 2 2 هفتح قوس إكس واقفله بس ما هفتح القوس التاني هنا كده اكس ناقص 1.5 تمام. ثواني بس احط الباور كده بس على القوس بس ما انساش. هكتب يا شباب جذر الاول اكس ناقص هضرب اللي هجيب نص الثلاثه اللي هي 3 على 2 تمام ماشي، بعد ناقص كده ناقص 3 على 2 2 3 على وربع 2 اللي هي 9. اتنين ايوه وخمسة وعشرين 2 و25 9 يونيو على 2 ده كله زاد 4. ممكن زائد تكتبها 2 وربع يعني عادي، انت ممكن تكتب دي كده لو انت عايز تكتب ارقام 10 1 ونص هتكتب هنا زي ما سميتو قال 1 ونص في 1 ونص في 2 وربع عادي مفيش مشكله.
هنقسم الاثنين على الـ على اللي هو القوس لازم الكبير نوزع على الاول. 2 تلعب كوس كبير، يبقى واي يساوي 2 في القوس. هو ده بعد كده ناقص 2 اتنين في في اتنين 2 ربع وربع اللي هي 4 ونص. بأربعة ده ونص. طيب الخطوة اللي جاية، اللي انت شفت السالب 4 ونص ولا 4 ونص؟ يطلعوا سالب ايه؟ سالب نص صح؟ او دي الناحية التانية يبقى موجب نص، يبقى هيبقى عندي هنا واي زائد نص يساوي تساوي اتنين اكس نفس ناقص السكوير واحد زي ما قلنا، نص كل سكوير. نفس السكوير زي ما قلنا. طيب لازم الاثنين ده تخلص منها، يبقى انا هبدأ بالقوس اهوت، اقول له يساوي الاثنين ده تروح ناحية تانية ايه؟ نص، اكتب في القوس ايه؟ واي زائد نص. تمام؟ حددت كده في المشكلة. يبقى أنا قلت إكس ناقص واحد ونص سكوير يساوي نص، أفتح قوس واي زائد، نقلت الاتنين دي قسمت عليها يعني، وديتها الناحية التانية نص. من هنا كده يا باشمهندس الفور بي هتساوي كام؟ بل 4 بي هتساوي النص. هتساوي نص، يعني البي الواحدة هتساوي نص على أربعة، يعني واحد على تمانية، يعني البي هتساوي واحد على تمانية اللي هي هتساوي كام؟ 125,000 البي. انا كده جبت البي. طيب الفيرتكس بقى الفيرتكس كام وكام؟ واحد ونص ثواني بس، وسالب نص. ثواني بس، كام وكام؟ والدايركتريكس وعدلته ايه؟ دي الحاجات اللي مطلوبة مني. الفيرتكس هي يعني مع الاكس والواي، يبقى الاكس هنا سالب واحد ونص، يبقى انت قلت كام بقى؟ الفيرتكس واحد ونص وسالب ونص. تمام. هسألك انت طبعا لسه ده كله جبتها ولسه ما سألتكش، المسألة هتبقى سيمتريك اباوت واي ولا سيمتريك اباوت اكس؟ يعني اب ولا داون؟ ولا رايت ولا ليفت؟ هنا المفروض اب اب. ليه؟ لأن الباور 1، الباور هنا يا شباب هنا على الواي، الباور 1 على الواي، وفي نفس الوقت الإشارة موجب، فالمفروض إن رسمتي تبقى كده. أول مسألة دي أو المسألة دي المفروض الرسمة بتاعتها بتبقى كده. ده المفروض شكل الرسم. زميلكم جاب الفيرتكس خلاص اللي هي دي، سالب واحد ونص، انا اسف واحد ونص سالب نص، المفروض هيتحرك فوق مسافه بي، المسافة اللي هي هيتحرك تحت 325 مسافه بي اللي هي العدد الصغير ده. يبقى لما يتحرك فوق وتحت هتغير مين؟ الواي هتغير الواحد ونص ولا هتغير السالب نص؟ السالب نص. يعني الواحد ونص ثابت، واحد السالب نص مره هنجمع عليها 0.125 125,000 عشان يبقى ليه الفوكس، يبقى انا هطلع لفوق. نبص للرسمه بتاعتي، الفوكس تطلع لفوق، الفيرتكس تنزل، الدايركتريكس تنزل لتحت، الفوكس تطلع لفوق، الدايركتريكس تنزل لتحت، يبقى انا زودت 125,000 على السالب نص، لكن الدايركتريكس هنقص كام؟ برضه 105 ناقص نص 125,000 ناقص يبقى ايه؟ 105 ناقص نص ناقص 125000. الدايركتريكس هنا يا شباب الخط ده بيقطع مين؟ ال ده بيقطع مين؟ تعالوا الواي. يبقى نكتب كده واي، نكتب هنا كده واي يساوي سالب نص ناقص 125,000 بس زي ما تطلع بقى على الامل. تمام. يبقى انا جبت دي معادلة واجمع بقى على بعض، يبقى الواي بتساوي دي معادلة دايركتريكس، جبت معادلة الفوكس، جبت الفيرتكس، جبت البي، جبت كل حاجه. وده الرسمه، ترسمها كده جنب المسألة كده بخط ايدك كده، وتكتب على الرسمة الفيرتكس كام وكام، وتكتب من جوه هنا كده الفوكس كام وكام، وتكتب بره هنا كده الدايركتريكس واي بيساوي كام، وتكتب النقطة دي كام وكام. خلاص مش عايز منك أكتر من كده. دي مسألة رقم واحد. شكرا يا باشمهندس. مسألة رقم اثنين. مسألة رقم اثنين، مين يشارك؟ اللي يشارك يرفع ايده كده. يشارك كده يعمل هاند بس كده، اعرف كام واحد يعني عايز يشتغل. مين تاني؟ 404 خلاص جاوب. تمام. طيب نشوف 406. هنختار بعض السلام عليكم. الارقام. نعم تمام حضرتك.
تمام اتفضلي. 406 المسألة هنكتبها مع بعض اهي، اللي هي عبارة عن واي باور 2، واي باور 2 ناقص 4 واي ناقص 2 اكس يساوي 4. المعايير دي معايير ايه قبل ما اشتغل كده؟ ايه؟ دي بارابولا. بارابولا سيمتريك اباوت مين؟ اكس ولا واي؟ مين الباور 1 هنا؟ الباور 1 اكس. يعني مسألتي لها احتمالين، يا اما تبقى ايه يا اما تبقى ايه، يا اما تبقى رايت يا اما تبقى ده يبان بعد شويه. طيب لازم الجزء ده يا باشمهندسه، الجزء اللي هو الواي سكوير ده تعملوا ايه اول حاجه عشان يشتغل كده؟ هيبقى واي ماينس 2 وبعدين انا عايزك تعزف تقول لي كمان مربع عشان تبقى عارفه انت بتعمل ايه. تمام اتفضلي قولي. هنكتب هنا واي ماينس 2 واكتب على باور فوق 2 ناقص كام بقى؟ ناقص 4. 4 واكمل بقيه المساله زي ما هي، ناقص 2 اكس يساوي 4. هتنقلي ال 4 سالب 4 وال 2 اكس كل ده الناحيه الثانيه مع ال 4، هتبقى المساله نفس القوس زي ما هو، نفس القوس اهوت يساوي 2 اكس بعد ما انقل زائد كام؟ 8. 8 لازم اخد عامل مشترك الاثنين، يتبقى في القوس ده اكس زائد كام؟ اكس زائد 4. من هنا ابدا اسالك كام سؤال معتاد اللي انا لازم اسالهم لك. اول حاجه ال 4b، ال 4b عشان دي ايكوال بتساوي 2، يعني البي الواحده بكام؟ يعني بواحدة بنص. البي الواحدة بنص، تمام. هبدأ أسألك الفيرتكس كام وكام؟ بص الإكس، بص للقوس ده كويس، وبص للقوس ده كويس، هتجاوبي. اتنين وسالب أربعة. سالب أربعة اتنين. أيوه سالب أربعة، الحياة نفس كده، مية اتنين. الحاجة دي ما فيهاش تهاون، لأن الغلطة ما بتتعوضش، يعني اللي أنت تبدلي خلاص بقيت المسألة مش هتاخد غلط. طيب تمام الفوق. أنا بقى دلوقتي عند بعد ما أجيب الفيرتكس هقف شوية. هبص للشكل اللي قدامك ده اللي هو البراكت الشكل ده كده، هنا سيمتريك اباوت اكس، الاشاره اللي قدام الاكس بوزيتيف ولا نيجاتيف؟ بوزيتيف. يبقى ناخد الرايت ولا ليفت؟ رايت. الرايت. انت واقفه هنا دلوقتي عند النقطه سالب 4 و2 عشان تجيب الفوكس، تتحركي اليمين ولا تتحركي شمال؟ يمين. نص يمين نص اجيب الفوكس، يعني انت بكلمه يمين نص يعني نزود ولا ننقص؟ يعني كده هنزود، هتبقى 3 ونقص. هنزود على السالب 4 ولا على الاثنين؟ على السالب 4. تمام يبقى سالب 4 هزود عليها نص واسيب الاثنين زي ما انا ممكن اكتب 4 ونص، ما انا عارف ان سالب اكتب، انا اسف سالب 3 ونص بس انا عايز اكتبها كده. تمام والدايركتريكس، الدايركتريكس هيبقى راسي ولا افقي؟ ناقص نص. راسي يعني هيقطع محور مين الدايركتريكس؟ الاكس. اكس يبقى اكس بيساوي سالب 4 بس ناقص بقى. اوكي. ناقص نص، وده الرسمه، الرسمه ترسمها يعني مش مستاهله. ادي مساله رقم 1 وده مساله رقم 2، دي مش في مشاكل يا شباب؟ ما فيهوش اي مشكله. تمام. طيب المساله رقم 3 مين يشاركني فيها؟ انا حليتها على فكره، مساله 3 حليتها في المحاضره نفس الارقام. مسألة رقم 3 أنا عايز حد يشاركني فيها. مين؟ نشوف حد من الشباب. مين نجاوب؟ 329 كان رافع إيده ورجع شارك. أنا طيب ماشي اتفضل. أدي الصفحة قدامنا وهنشتغل. أدي أنا رقم 3 مش هحلها لأن هحلها قبل كده. أنت بس إيه؟ هتقولي لي كل حاجة في المسألة. المسألة رقم 3 دي 9 اكس سكوير ناقص 4 واي سكوير ناقص 54 اكس ناقص 16 واي زائد 29 بيساوي صفر. المسألة دي على الوضع ده تمثل لك ايه؟ اليبس ولا بارابولا ولا هايبربولا؟ هايبربولا. ايه اللي عرفك؟ ان الاكس باور 2 والواي باور 2 هما ماينس. اختلف الاشارة، الاكس باور 2 بالبوستيف والواي باور 2 بالنيجاتيف. تمام. طب مين فيهم الموجب؟ الاكس موجب والواي سالب. لا هي تبقى حركتي كلها على اكس ولا على واي؟
اي على الاكس سامح على الاكس، تبقى الحركة كلها على الاكس، وبالتالي وانا على الاكس هجيب مين؟ هجيب السنتر، وهجيب مين كمان؟ هجيب الفوكس. فوكس واحدة ولا اتنين؟ اتنين فوكس. اتنين فوكس، وكم فيرتكس؟ واتنين فيرتكس. وهجيب كمان اللي هو اسمه ايه؟ السيمبتوتس لاين، اللي هي خطوط الايه؟ التقارب، صح؟ كل ده هتجيبيه. طيب هيتبقى عندك حاجة الـ A والـ B، الـ A هتبقى مع الموجب ولا مع السالب؟ الـ A هتبقى مع الموجب. مع الموجب. أول ما تيجي تشتغل تمام كده، أنت كده قلت كل خلاصة المسألة قبل ما تشتغل، قبل ما حل لازم الكلام ده يبقى ثابت في ذهني. المسألة دي أنا حالها معاك في ليكتشر 2، لو فتحت ليكتشر 2 هتلاقي مسألة محلولة. هتيجي على الإكس يا باشمهندسة، تاخدي من عامل مشترك؟ ناخد التسعة عامل مشترك. من هنا ومن هنا، بعد ما تاخد التسعة عامل مشترك هنعمل كومبليتنج سكوير، اكمال مربع. وهتيجي على الواي تاخد ايه عامل مشترك؟ اخد الاربعه. لا السالب اربعه. اه السالب اربعه صح. هاخد السالب اربعه مشترك عشان ده تبقى موجب اربعه مش سالب 16. وبعد كده اعمل كومبليتنج سكوير، وهجمع الاكس في طرف والواي، الاكس والواي في طرف والعدد في طرف، ونقسم. لازم تبقى المعادله تبقى في الاخر، هتبقى اكس ناقص اتش كل تربيع على اي سكوير ولا بي سكوير؟ ايه على اي سكوير ناقص y ناقص k كل تربيع على b سكوير يساوي 1. يبقى الموجب مع x، وبالتالي الـ a مع الموجب، الـ a تحت x والـ b تحت c، والـ b تحت مين؟ تحت y. طب لما تعرفي الـ a والـ b تعرفي تقولي ازاي بجيب الـ c في الهايبربولا؟ بقول الـ c بيساوي a تربيع زائد b تربيع اللي هي c سكوير بتساوي. تمام زي الفل، تمام برافو عليك. يبقى انا كده قدرنا نعمل اللي عملته ده كله مع الباشمهندسه اسمه ايه؟ كان عملت كلاسيفيكيشن تصنيف، او عملت ديسكريبشن وصف، قدرت اعمل وصف للمساله، جبنا كل حاجه بس شفهي كده مع بعض. يبقى احنا عارفين بنعمل المساله دي محلوله بالنص بارقام في ليكتشر كام؟ ليكتشر 2. مساله رقم 4، مين يشارك؟ حد تاني؟ المشاركه دي بتعمل تفاعل يعني. حد تاني؟ هو 337 ده جاوب؟ لا ما جاوبتش. طيب نجاوب. مسألة بتقول هنكتب مسألة مع بعض أربعة. طب احنا شغالين كام؟ ناخد عامل مشترك على طول بالمرة بدل ما نكتب من العين. مسألة قدامي كام؟ تمام. أربعة سكوير، يبقى ناخد عامل مشترك من الإكس سكوير أربعة. الإكس سكوير ناخد الأربعة. وفي الواي هناخد التسعة. ماشي معاك، وفي الواي ناخد التسعة وأعمل كور. أنا كني بجهز الإجابة، وهسيب مين؟ وهنسيب التسعة. التسعة. يلا الكورس الأولاني بعد ما تاخد أربعة مشترك. يبقى اكس سكوير تاخد من هنا، شوف في بالك من هنا ومن هنا، خدت اربعه مشتركه، يبقى اكس سكوير زائد كام؟ 6. 6 اكس. ماشي تعال للواي اللي هي دي اللي تحتها خطين، انا هاخد 9 من هنا والتسعة من هنا. تمام هيبقى واي تربيع زائد 2 زائد 2 واي. الحمد لله. هيتبقى واي سكوير زائد 2 واي. تمام. الخطوه اللي جايه السطر اللي جاي هنعمل ايه؟ هنعمل الكومبليتنج سكوير بقى 4 وافتح براكت كبير براكت، وبعدين انا هنعمل زائد 9، وحتى انت بتدور عايزك تعمل تساوي 0 اللي تعرف تدرسه. الكورس الاول تعمل فيه اوت باور كام؟ ماشي. الكورس الاولاني اعمله برضه في الكورس الكبير الثاني. نبدا بقى جاهز بقى كده، المساله جاهزه بقى خلاص. انا عايزك وانت بتجاوب تعمل الشكل اللي انا عملته ده وتبدا تفرغ فيه. الاكس سكوير جذرها كام؟ جذرها اكس. اكس. الاشاره موجب ولا سالب؟ الاشاره موجب. الستة نصها كام؟ 3. 3. واكتب بره الكورس واكتب بعد الناقص. سالب 9. طيب الكورس الثاني الواي جذرها؟ الواي جذرها الواي تربيع جذرها واي. تمام الواي تربيع جذرها واي، والعدد نصه؟ نصه واحد، وبره هنكتب واحد. واحد تمام، والعدد هنا ايه؟ نصه ايه؟ واحد 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 واحد. طيب الخطوه اللي جايه هنوزع مين؟ هنوزع الاربعه. يبقى الاربعه مع القوس اهوت ده كده زي ما هو.
والتسعة في الكوس زي ما هو. وهنضرب الأربعة في التسعة يبقى ناقص كام؟ 36. تسعة مع الكوس. تسعة مع الكوس. وبعدين تسعة في سالب واحد بسالب تسعة. سالب تسعة زائد تسعة إيكوال زيرو. هتلاقي التسعة دي تروح مع التسعة. اتبقى الستة والتلاتين أو الناحية التانية. عكس الإشارة. الكوس ده زي ما هو. مش دعوة بيه. كده زي ما هو من جعبي. ماشي. يساوي 36. نقسم على كام؟ على 36 عشان تساوي. اللي هيطلع هيبقى عندي. الكوز هيبقى عندي فراكشن بقى. هيطلع عندي كده. الاخر اللي جابه بقى خلاص. كسر كده. 1-1. ده بالشكل اللي جابه. الكوز الاولين. اكتبوا على الكسر الاولين. تمام. تبقى x زائد 3 لكل تربيع على 9. على 9 بعد الاسم يبقى 9. والقوس الثاني هكتبه على الكسر الثاني. y زائد 1 لكل تربيع على 4. على 4. من هنا لقيت الكبير فين؟ العدد الأكبر. العدد الأكبر تحت x. تحت x. العدد الكبير تحت x. وبالتالي طالما العدد الكبير تحت x الرسمة تحت الالبس دي هتطلع. يبقى المحور x. أفقية. ولا هتطلع رأسية؟ أفقية. أفقية. يعني على محور X. وبالتالي من هنا نقدر نجاوب. لو سألتك قلت لك الـ A هتساوي كم؟ هنا الـ A كده هتساوي 3. و الـ B هتساوي كم؟ 2. و الـ C تجمعيهم وتاخد الجذر تساوي كم؟ يعني ناقص تطرحيهم. تمام. يعني 3 تربيع زائد ناقص ناقص 9 ناقص 4 يبقى جذر كام؟ جذر 5. جبت الـ A وجبت الـ B وجبت الـ C هعرف اجيب كل حاجه. لسه حاجه كمان اجيبها. مين؟ السنتر. سالب هيطلع سالب 3 وسالب 1. السنتر هيبقى كده سالب 3 وسالب 1. تمام. السنتر ده هو اساس كل حاجه. يعني السنتر هو اللي هجيب منه مين؟ هو اللي هجيب منه الفيرتكس. هو اللي هجيب منه الفيرتكس. السنتر هو اللي هجيب منه الفوكس. لو هسألك بس سؤال اول الدوبين. الحركة بتاعتك هتبقى كلها حركة ايه؟ تبقى حركة افقية. 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 افقية يعني بتغير السالب 3 ولا السالب 1؟ افقية يعني هنغير السالب 3. شوف بقى انا هعمل ايه لما اجي اجاوب يا شباب. لما اجي اجاوب هعمل كده و واكتب سالب 1. هسيب الخانه الاولانيه فاضيه. و واكتب سالب 1. هنا بقى اللي هيتغير التغيير كله قبل الوا دي. تمام. هنكتب سالب 3. مره هنزود ومره هنقص. مره هنزود 4 ومره هنقص 4. 4 ايه مش 4؟ سوري 3. 3 بزود ايه؟ وسالب 3 تاني. مرة هنزود ومرة هنقص. بتبقى كده بالشكل اللي كده. زائد نقص. زود كم؟ عشان نجيب فوكس نزود سي. يبقى نزود كم؟ الفوكس من جذر 5. بس. هذا الإجابة. تمام؟ نجيب الـ إيه؟ عايزين نجيب الـ إيه؟ نجيب الـ إيه؟ الـ إيه تساوي. يساوي سي إيه؟ إيه اللي هي كم؟ جذر 5. والـ إيه 3. سي اللي هي جذر 5. على 3. دايما هتلاقيها اقل من كام؟ اقل من الواحد. واحد. لا اقل من مين؟ الواحد. الرسمه هيبقى الشكل ده. هتقف هنا كده وتقول دي السنتر هو سالب 3 وسالب 1. تحرك يمين 3، تحرك شمال 3، اجيب الفيرتكس. تحرك يمين جذر 5، تحرك شمال جذر 5، تجيب مين؟ الفوكس. تحرك فوق بي وتحت بي عشان تكمل الشكل بس. والرسمه بتعملها من مجرد نظر ما فيش اي حاجه. تمام؟ مفيش عندنا مشكلة. يبقى ده أول أربع مسائل. مسألتين فورمولا، مسألة إليبس، مسألة هايبربولا. ده بالنسبة لي إيه يا شباب؟ للمسائل اللي قدامنا وحليناها مع بعض دي. طيب السؤال التاني بقى اللي أنا ببدأ أديك بعض المعلومات وأنت تكون معايا الإيكويشن بقى نفسها. بعض المعلومات اللي تكون معايا الإيكويشن. ده السؤال التاني.
نبدأ بقى نتكلم في السؤال الثاني. أول مسألة نتكلم على رقم واحد، عايز ايه؟ السؤال الثاني اللي هو الدبل ستار، الستار اللي على الدور دي بنتكلم على البارابولا، بديك بعض المعلومات، بديني فيرتكس سالب 4 و 2، وبيديني معلومة تانية اسمها دايركتريكس، بقول لي دايركتريكس واي بتساوي 5، شو بقى مين يجاوب معايا؟ مين يجاوب؟ احنا قلنا 409 ما جاوبش، 409 تمام 409 تمام يا دكتور. كلمة دايركتريكس واي بيساوي 5 عشان اعرف سيمتريك واي ايه واعرف اجيب منها البي. بصي واي بيساوي 5 يعني خط ايه؟ خط افق كده، افق سيمتريك واي ايه؟ هتبقى كده، ما ينفعش تبقى العكس، لو العكس يبقى انا هقطع ليه؟ هقطع الدايركتريكس، ما ينفعش، يعني مسالتي هتبقى سيمتريك اباوت واي ونيجاتيف. طب ماشي، انا عايز احول المعادله واي بتساوي 5 لنقطه، ها تبقى كام وكام الدايركتريكس؟ عايز كده اطلع منه ايه؟ اطلع منه نقطه وبقول لي واي بتساوي سالب 5، واي بتساوي 5 يبقى مين اللي بتغير؟ الواي. الواي بكام؟ بخمسة. والاكس انا عارفها ثابته اهي من فيرتكس سالب 4 5. بس انا عايز اعرف النقطه اللي يعني بصي يا باشمهندسه، النقطه دي ده سالب 4 و5، والنقطه اللي تحتها دي سالب 4 و2. طيب من هنا كده، من هنا كده هتقدر تقول لي البي، البي الواحده بتساوي كام؟ بي ب 3 ب 3 تمام. ما تنسيش ان الاشاره بتاعت ايه؟ لا الاشاره هتبقى سالب، ما الرسمه باينه اهي قدامك، الاشاره هتبقى سالب. عايزين بقى نكتب المعادله سيمتريك اباوت واي، يبقى مين باور 1 ومين باور 2؟ اكس باور 2 تمام، وواي باور، نكتب المعادله تبقى معادله كده، اقوس واقفله واكتب عليه باور 2 هو اكس ناقص اتش ايه؟ يساوي 12 4 ب، لا انا بس بتكون الاول اوكي اكتب، بص معايا كده هتلاقيه بكتب نفس السطر تاني، نفس السطر هكتبه تاني، نفس السطر بالظبط، نفس السطر هكتبه تاني، بس هشيل اتش واكتب كام، وهشيل البي واكتب كام، وهشيل ال كي واكتب كام. الله اكبر، هشيل الاتش الاتش والكي هما مين ومين اصلا؟ الفيرتكس، الفيرتكس، يبقى نشيل اتش ونكتب كام؟ اكس بلس 4 تمام، ونشيل الكي ونكتب كام؟ اكس ماينس 2 ايه واي ماينس 2، واي ماينس 2، ونضرب الاربعه في كام؟ 3 سالب 12 بس، خلصت المساله ولا في اي حاجه. دي كده بس بقى اداني خلص، وبعد كده نكمل ان شاء الله. Thank you.
مسألة رقم 2 يا شباب، مين يشتغل معايا؟ مين من الشباب؟ 0061. بص يا شباب، المسألة رقم 2 مديك الفوكس، تمام؟ مديك الدايركتريكس. الدايركتريكس ده انا عايزك تترجمه للنقطه. دايركتريكس هو مديك الدايركتريكس اكس تساوي، يبقى معناها ان مين اللي بيتغير؟ هو بيقول اكس تساوي يبقى اكس هيتغير، يبقى الاكس سالب 4 والواي كام؟ زي الفوكس بالظبط، واد 2 واد 2 زيها زي الفوكس. تمام. لو انت جبت بص هنا كده، لو جبت بص هنا كده هتلاقي مين اللي بيتغير، الاكس ولا الواي؟ الاكس. الاكس عايز تجيب البي اول جيبها. طب المسافه من الاف لل باربعه، باربعه يبقى البي باربعه ولا الاثنين بي باربعه؟ ايه المسافه من الاف لل بي واحده ولا اثنين بي؟ اثنين بي. ايوه هنجيب البي يبقى باثنين، يبقى البي باثنين. ركزوا في دي يا شباب، يعني اقول بقى المعلومه معروف لكل الناس، ان دي الفي وده ال ودي الاف. انا بقول لك اف مع ال يبقى 2 بي، يبقى البي الواحده ب 2. طب زميلكم جاب البي وعرف ان اللي بتغير اكس. طيب قول لي بقى، لما تكون اللي بتغير اكس يبقى المساله سيمتريك اباوت اكس ولا سيمتريك اباوت واي؟ سيمتريك اباوت اكس. سيمتريك اباوت اكس يعني هيبقى الاكس هو اللي باور 1 والواي هي اللي باور 2. فهنكتب نفس المعادله اللي فوق دي كده بالظبط، بس هنغير فيها شويه حاجات. كنترول سي كنترول في، هكتب هنا كده واي ناقص كي يساوي الله اعلم مجرد سالب، ما اعرفش بس هعرف بعد شويه. 4 بي اكس ناقص اتش، ده شكل المعادله. اللي عارفينه نفرغه، اللي احنا عارفينه هنفرغه. انا عارف كل حاجه، لا مش كل حاجه ولا حاجه، تمام اهو. هقدر اقول اللي انا عارفه هو البي بس لحد دلوقتي، بس اتش اوكي. هجيبهم ازاي؟ مش عندك الفيرتكس وعندك الفوق، عندك ال وعندك الاف. الفيرتكس مكانه فين في الرسمه؟ ليفت. فين الفيرتكس اللي هو الفي اللي هجيب منها الاتش والكي مكانها فين في الرسمه؟ افق. لا يا ابني مش فاهمني، انا عارف ان الرسمه هتبقى كده. الرسمه اهي خط كده وخط كده، ال الاكس بيساوي سالب 4، الاكس هنا كده، فالرسمه بتاعتي تبقى ناحيه اليمين مش ناحيه الشمال عشان ما يقطعش الخط. ال هنا ماشي، بس انا بتكلم يا بتبان على الرسمه، يعني الفوكس هنا 0 و2 وتحركت السالب 4 و2 اهو باينه، ده الفوكس النص ده اف جوه الرسمه اهي، كانت 0 و2 تحركت شمال يبقى ال على الشمال، المساله على اليمين معروفه، ولا الايه ال ال الفيرتكس مكانه فين في الرسمه؟ ها في النص، نص البي بس دي انا عايز، ما انا ما عرفتش الفيرتكس، انا عايز اعرف البي كام وكام عشان اجيب الاتش وكي. مش عندك الاف وعندك ال اضع في النقطه في النص، نعمل ايه؟ نجمع الاكس على الاكس ونجيب على ونقسم على 2، نجمع الواي على الواي ونقسم على 2، يبقى كام وكام؟ يبقى سالب 2 و2 و2 برافو عليك، يبقى الاتش بسالب 2، اروح شايل الاتش وكاتب سالب 2 يعني زائد 2، والواي ب 2 اشيل الكي واكتب 2، والبي ب 2 يعني الاتش ب 2، الاتش بسالب 2 والواي والكي بسالب والكي ب 2 والبي ب 2، الاشاره موجب ولا سالب؟ الشكل ده يمين ولا رايت ولا ليفت؟ رايت. رايت ليه رايت؟ لا هو اينه، انا كنت واقف عند الفوكس وعشان اتحرك من الفوكس ال هلاقي نفسي بمشي شمال، تمام؟ بمشي ناحيه الشمال، يبقى ال ناحيه الشمال والفوكس ناحيه اليمين، يبقى الرسمه تبقى مفتوحه ناحيه اليمين او زي ما باينه كده، دايما الفوكس جوه الرسمه والال بره الرسمه، بره الرسمه عشان الفوكس ده يبقى جوه الرسمه لازم تبقى الرسمه يمين ما هيش شمال، تمام؟ ادي كده المساله خلصت وجاوبتها، يبقى اذا المعادله واي ناقص 2 سكوير
equal 8 x زائد 2. هذا مسألتين بتوع مين؟ بتوع البرابل. مسألة رقم 1 بتاعت الإليبس. هنقرا الكلام ده هنترجمه. أول ما نترجمه هنكتب المعادلة. الإليبس يعني عايز تركز على حاجة بس. إن الـ A دايما مع الـ إيه؟ الـ A دايما مع المحور الأكبر، والـ B دايما مع المحور الأصغر. مين يجاوب رقم 1؟ مين غير الشباب اللي جاوبوني؟ انا عايز حد جديد. 311 ماشي يا دكتور حضرتك. ما جاوبتيش صح؟ لا ما جاوبتش. طب المساله بتتكلم عن اليبس، ساعه ما تشوف كلمه سنتر يبقى انت عرفتي مين ومين. البي والاكس، الاتش والكي. يبقى الاتش بتساوي كي بتساوي زيرو. زي بعض. طيب تمام زي الفل. هذا اول معلومه عرفناها. كلمه فوكس، ساعه ما تشوف كلمه فوكس يبقى انت عرفت مين، الاي ولا البي ولا السي؟ عرفت الاي. فوكس سي. ها سي. سي سي سي. الفيرتكس اي، المينور بي، يبقى انا عندي الفوكس هنا سي. السي هتبقى بكام؟ هتبقى بتبقى 6 على 2 في 3 يعني 3 تبقى 3. تمام. طيب عرفت كمان البي ليه؟ لان قال لي كلمه مينور، المينور اكسس ب2، يبقى البي ب2 ولا الاثنين بي ب2؟ الاثنين بي ب2. يعني البي بكام؟ بواحد. يعني البي بواحد. تمام. يبقى مين الايه عايزين نجيبها؟ الاي تربيع بتساوي سي تربيع زائد بي تربيع. القانون اصلا بيقول السي تربيع بتساوي اي تربيع ناقص بي تربيع، يبقى الاي تربيع زي ما انت قلتي بتساوي السي تربيع زائد البي تربيع. السي تربيع يعني 9 والبي تربيع يعني 1، مجموعهم 10 يبقى جذر 10. جذر 10. تمام برافو عليك. جذر 10. جبت الاي وجبت البي وجبت السي. طيب بصوا تاني، بص تاني، بص كده. الفوكس كان كام وكام؟ 3 و0 وسالب 3 و0. مين اللي بتغير؟ الاكس. اكس اللي بتغير اكس، يبقى المعادله بتاعتي هيبقى شكلها كده. يعني الكبير مع اكس ولا مع واي؟ الكبير مع اكس. تمام اهو يبقى جاهز المساله. مفيش اكس، يبقى اكس تربيع. ايوه اكس سكوير عشان مفيش اتش و بي. على جذر 10 لكل تربيع يعني على 10. وهنا واي تربيع على 1. انا 1 على بي تربيع يساوي 1. خلصت المسألة. هذه المسألة ما فيهاش أي مشكلة. برافو عليك. رقم 2. مين من الشباب يجاوب؟ حد جديد. أنا مش عايز أختار عشوائي يعني. أنا عايز اللي عايز يساعد نفسه تمام يشتغل معايا. حد جديد. تعالوا نقول جاوبوا. 144 ده جاوب؟ لا لسه يا دكتور. طيب جاوب وبعده 409 بس 144 خلاص جاوب. تمام. هو مديني الاي بتساوي 3 على 4. مديك اول بص اول ما تبص هنا سهل، مديك الاي ومديك الفي ومديك السنتر. خليك دايما بالبدايه، السنتر كام وكام؟ السنتر 0 و0. يعني مين ومين اللي بصفر؟ يعني ايه؟ نقول السنتر يبقى انت عرفت الاتش وليه؟ اتش والكي. بس من اول حاجه بقى الحاجات اللي قدام بفرقها زي ما انت شايف كده. طيب كلمه فيرتكس يبقى عرفت الاي ولا البي ولا السي؟ انا عرفت كده السي يا ابني. فيرتكس 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 عرفت عندي الواي. ماشي انا عارف ان الواي، بس فيرتكس دي ما عرفت معناها. عرفت المسافه ايه ولا المسافه بي ولا المسافه سي؟ عرفت المسافه ايه. ايوه بس انت قلت سي. تمام. تمام. ايه المسافه ايه بتساوي كام كده؟ بتساوي الاي بتساوي كام؟ الاي كده بتساوي 2 قصدي 4. ايوه كده صح صح كده معايا. المعلومه اللي بعد كده هو قال لك الاي. طب انا عارف ان الاي الاي بتساوي السي على الاي، فالسي بتساوي 3. تمام. هقول له السي على الاي لازم تطلع بتساوي
3 على 4 هو اللي قال. تمام. كمان عندي انا عندي الايه 4 وعندي السي والسي بتساوي 3. انا اقدر اطلع المعلومه اللي عايز اقولها ان السي هتساوي، عرفت الايه وعرفت السي، تعرف تجيب اقدر اجيب البي. انت القانون بتاع الاليبس بيقول ايه؟ السي تربيع بتساوي سي سي سكوير ناقص اس. تمام. طب انت عندك السي وعندك الايه، هتعمل ايه؟ هتربع الايه وهتربع السي تطرحهم من بعض تطلع لا جذر 7 16 ناقص 9 يبقى جذر 7. طبعا البي لازم تطلع، يعني البي هنا لو انت بجيت تبص للمساله مين اللي بتغير؟ الواي، المفروض كده الواي يتغير. يعني معروف طبعا لازم الاي تبقى اكبر من البي في الاكس، الكلام ده سهل. لازم مناسب جذر 7. تمام، عرفت الاي وعرفت البي وعرفت السي، كده اقدر اجيب الايكويشن. اقدر اجيب الايكويشن، المعادله هتبقى عباره عن واي سكوير واي سكوير على 16 بالظبط كده. سواء هكتب اهو هشيل 10 دي وهشيل الواحد ده، هكتب الكبير مع اكس ولا مع واي؟ مع واي. مع واي، يبقى الواي هكتب تحتها 16. 16 البي هكتبها تحت الاكس سكوير، هكتب كام؟ جذر 7 سكوير. اكتب 7. اكتب 7. خلصت المسألة، مش أي مشكلة. رقم 3 409. أيوة يا دكتور. لما يقول لي كلمة X، طبعا كل ده يعود على الإليبس، أنا بتكلم في سؤال الإليبس. تمام. X intercept، يعني لما أقول لك، لما أقول لك مثلا بنقطع X عند 5، يبقى النقطة 0 و 5 ولا 5 و 0؟ 5 و 0. هو بيقول لك بقى هنا يقطع x intercepts بلس او ماينس نص، يبقى النقطه كام وكام؟ نص وصفر وسالب نص وصفر. تمام. نص و زيرو النقطه زيرو. طيب كام؟ صفر اربعة وصفر وسالب اربعة. y intercept موجب سالب اربعة، دي معناها صفر واربعة وصفر وسبعة. أربعة ممكن نكتب قدامها رايح دماغنا موجب سبعة. وال H و K زيرو زيرو. تمام. ال H يساوي K يساوي زيرو. تمام. ال H و K زيرو وهو بيقول لي إليبس، يبقى أنا دلوقتي أقدر أقوله بمنتهى البساطة، أنا ممكن أحط المعادلة، بس اللي أنا بمحتار فيه كله هو الـ A والـ B. أنا المعادلة إيه؟ أهي هشيل السبعة دي. هشيل طيب. انت اتحركت على الاكس من نص لسالب نص، وتحركت على الواي من 4 لسالب 4، الحركه الكبيره فين؟ الاكبر الواي. الواي يبقى الكبير تحت الواي، يبقى اذا النقطه دي اللي انت عاملها دي هنطلع منها مين؟ الاي. هنطلع منها الاي، برافو عليك. بتساوي كام؟ 8. لا ده الاثنين ايه 8 مش 4 لسالب 4؟ اي من 4 لسالب 4 8، بس دي مش ايه، دي الاثنين ايه. تمام. 4 دي الاثنين ايه. طيب واصبحت الحركه الصغيره من نص لسالب نص دي اللي هتطلع منها مين؟ البي، اللي هي هتساوي كام؟ صح ولا مش صح؟ تمام. طب نص لسالب نص 1، يبقى البي الواحده بنص. تمام. عرفت الـ A وعرفت الـ B وعارف السنتر، تمام زي الفل، ما فيش اي مشكله خالص. هنكتب اهم حاجه بقى، انت محتاره بقى، هتكتبي الكبير تحت الاكس ولا تحت الواي؟ تحت الاكس. تحت. لا من اللي بتغير؟ الواي. او مش من اللي بتغير، انت اتحركت حركتين يا باشمهندس. المساله ديت اتحركت حركتين، حركه كده على الواي كبيره قوي، وحركه صغيره قوي على الاكس. حركه الواي بس إيه معنى؟ تحت الواي، يبقى تحت الواي كام؟ 8، إيه لا 16. 16، تمام برافو عليك، تحت الواي 16، وأكتب تحت الإكس نص في نص اللي هو 1 على 4. 4 ماشي؟ خلصت المسألة. هذا رقم 9. تمام كده. ما فيش أي مشكلة. نيجي للسؤال الأخير.
السؤال الأخير اللي هو السؤال بتاع مين؟ بتاع الهايبربول. مين يجاوب معايا؟ لو في حد مش فاهم حاجة يسألني، أنا في ناس كتير يعني معايا 50 طالب، يعني يعتبر المفروض أنا طبعا في 30 واحد غايبين، محرين اسمعوا بقى يعني. المهم يعني مين يشتغل غير الشباب دول؟ بقى أنا عايز حد جديد. مفيش حد حلوم أنا وخلاص؟ حد جديد يا شباب، مسألة سهلة والله مش صعبة يعني. 0011 يلا. ايه يا دكتور معاك. تمام. كلمة V، كلمة vertex تطلع لك A ولا B ولا C؟ هنا تطلع لي الـ A. الـ A تساوي 2 إجابة. 5. 5 تمام. واحد. كلمة focus تطلع لك A ولا B ولا C؟ سي طلع لي 8. انا مثبت كل حاجه، انا مثبت لك الاليبس بنفس الرموز، يبقى 8. تمام. عرفت الايه وعرفت السي، تعرف تقول لي القانون بتاع الهايبربولا؟ عشان المساله دي هايبربولا من غير ما يقول السي اكبر من ايه السي تربيع هتساوي لي ايه تربيع زائد بي تربيع. يعني البي تربيع هتساوي السي تربيع ناقص الايه تربيع، يعني 64 ناقص 25. هتعملها بالاله يعني، هتلاقي نفسك جبت البي في الاخر بجذر 9 و 30. جذر 39. جبت الاي وجبت البي وجبت السي، هبدا اشوف مين اللي بيتغير، اكس ولا واي؟ بص كده من النقطه دي، بص ايه الاثنين مين اللي بيتغير هنا؟ الواي. واي يبقى مين الموجب ومين السالب؟ الموجب الواي. الموجب هو الواي. يبقى اذا اهو موجب هيبقى مع الواي. طبعا هو قال ان في بدايه السؤال عايز الهايبربولا اللي السنتر عند الاوريجين، فالاتش والكي صفر وصفر. فانا اوتوماتيك كده هكتب هنا كده واي سكوير هي اللي موجب، واكتب هنا اكس سكوير هي اللي سالب. واكتب هنا في الاخر مساوي واحد. دايما الموجب معاه ايه؟ مع ايه؟ والسالب معاه بي. بي. يعني الواي هتبقى واي تربيع على 25. تمام. واكس تربيع على 39. ولا فيها اي مشكله خالص. رقم 2. بعد تاني بقى اخر مساله عرفت نختم بيها يعني. كده اعتبر كل الافكار اللي قلتها رجعتها. في حد ظهر قدامي كده ان ايه؟ مش عارف ايه من ان ايه ده؟ مش ظهر رقم. تمام يا دكتور. اشمعنى تظهر كده؟ اشمعنى ليه مطلع الرقم موجود بس 2019 214 صح؟ يا دكتور. طب مش عارف مشكلتي. المهم مساله قدامك اهي، ساعه ما تشوف كلمه فيرتكس يبقى مين؟ يبقى مين باربعه؟ الاي ولا البي ولا السي؟ اي تساوي 4. تمام. وهنكتب المعادلة ونعوض بالثمانية والاثنين. تمام. المعادلة طبعا الفيرتكس باربعة، الايه باربعة، مين اللي بتغير اكس ولا واي؟ اكس. اكس هروح واخد نفس الشكل اللي فوق ده بالظبط كده اهوت، كنترول سي كنترول. اللي بتغير اكس يبقى مين موجب؟ إكس. يبقى الاكس موجب. ومين سالب؟ واي. الواي. انا بس هيك مكتوبه معايا كده اهو، الموجب اكس والسالب واي. الموجب معايا على طول، يبقى تحت الاكس اكتب كام؟ 16. تحت الواي اكتب كام؟ بي. بي تربيع. اكتب بي تربيع. ونعوض عن الاكس ب 8 والواي ب 2. نعوض عن الاكس بالنقطه بقى، لان هو ما جابش اي معلومه ثانيه، ولا جاب اسنتريستي مثلا، ما جابش الايه، ما جابش الايه، ما جابش السي، ما جابش اي معلومه تانية، ما جابش غير الايه بس. فانا هضطر اعوض بالنقطه، النقطه اشيل كل اكس واكتب 8. هنيجي هنا كده اشيل اكس واكتب 8، واي واكتب مكانها 2. المعادله قدامنا ديت، هنروح مطلعين مين؟
البي سكوير تطلع زي ما تطلع. لما تعرف البي سكوير اكتبها فين؟ اكتبها في مكانها. بس يبقى مسألة خمسة. دي فيها مشكلة يا شباب؟ الكتابة بالكمبيوتر كده بتطلع كويسة قدامكم ولا ايه؟ اه يا دكتور كويس. يعني ما بتقطعش بتظهر اهو بقول، لان كده حلينا يعتبر الشيت ده حليناه مع بعض بالكمبيوتر زي ما انتم شايفين كده قدامكم، بس من غير رسومات يعني. طيب دلوقتي كده انا خلصت مراجعة على شابتر، شكرا يا باشمهندس، انا خلصت مراجعة على الشابتر بتاع شابتر 1. فالمحاضرة بتاعت يوم الاربعاء اللي جاي هتبقى هنبدأ في شابتر 3. ولما عاوز اعمل مراجعة على شابتر 2 هعمل مراجعة قبل الامتحان، قبل الكويز يعني، قبل الكويز. طيب ان شاء الله يوم الخميس الساعة 4 العصر، يوم الخميس. انا كنت عايز اخليه في يوم تاني بس عشان خاطر الاعياد بتاعت الاعياد المسيحيين وكده، فمش عايزين الناس ورخم عليهم. هنبدأ اعيادهم هتبدأ يوم الخميس العصر. اهو البوست هينزل دلوقتي حالا اهو، انتوا معايا لسه على الشير والكلام متسجل. الخميس الجاي ده يا دكتور؟ بس ما ايه، انا عايز بس البوست بس والليزر فقط غير. اهو الكويز الاول يوم الخميس الساعة 4 العصر على الباب الاول فقط. الامتحان هيبقى على البارابولا والإليبس والهايبربولا اللي انا حليتهم، نفس اللي قلته. هيبقى الامتحان عامل ازاي والكلام ده هرجع اقوله تاني يوم الاربعاء، هقول هاكد على الكلام ده يوم الاربعاء. بس يوم الاربعاء انا هشتغل جديد يعني، انا رجعت لك خلاص النهارده. مطلوب منك حاجتين، الورقه اللي انتوا شايفينها دي اللي هي صفحه رقم 11 في البي دي اف ديت، الصفحه دي كده سيادتك بعد ما تذاكر الشابتر الاول. الشابتر ده كان قدامه، كان قدام صفحه 11 ده 10 صفحه، ال 10 صفحه تذاكرهم. بعد ما تذاكرهم تمسك الصفحه دي في ورقه فلوسكاب او ورقه ابيض وتحلها، وتعين الحل ده تخليه تحطه عندك في دوسيه او في فايل، لان بعد شويه هنزل لك ورقه ثانيه خاصه بشابتر 2، وبعد شويه ورقه خاصه بشابتر 3 وهكذا لحد ما المنهج يخلص. الورقه ده بعد ما تحله هطلبه منك شيت اخر السنه، وانا حليته اصلا. اللي يسمع الفيديو هينقل الحل، يا ريت تسمع الفيديو ويا ريت تنقل الحل، انا ما عنديش مانع تنقل الحل. المهم يبقى الحل بتاع المسألة بتاعت النهاردة مهمة جدا عشان هطلبها منك في الشيت، تمام؟ تاني حاجة يبقى هتذاكر الكلام ده النهاردة يوم الخميس الساعة 4 العصر. قبل الساعة 4 بكتير يعني بساعتين تلاتة هتلاقيني منزل لك لينك. اللينك ده هتدخل عليه هتلاقي امتحان. الامتحان هيبقى مالتي تشويس، اختيار من متعدد 10 نقط في نص ساعة. هديك مسألة زي ما ليكن أي مسألة من هنا زي دي مثلا، اقول لك الفوكس كام بس، واديك اختيارات الفوكس كام، واديك اربع اختيارات. مساله زي اللي تحتها بس زي رقم 3 اديها لك، واقول لك الفيرتكس كام، واديك اختيارات. طبعا اديك 3 غلط وواحد صح. مساله زي دي اديك الفيرتكس واديك الدايركتكس، واديك اربع خيارات فيهم المعادلات، اربع معادلات شكل بعض، الفرق اشارات، الفرق اشارات. يبقى لازم تركز تحل المساله بره في مسوده تديني الاجابه، تختار الاجابه الصح. تحل مسألة في مسودة تختار الإجابة الصح. ده يبقى شكل الامتحان، ده يبقى يوم الخميس الساعة 4 العصر أول كويز. زي ما احنا اتفقنا نمتحن كويز على قد ما نقدر، بدل أونلاين مش بيكلفني حاجة، هو بياخد مني مجهود في وضع الامتحان، لكن هو بالامتحان متصح أوتوماتيك، الدرجات بتنزل لي في شيت إكسل، فأنا مش الموضوع بالنسبة لي بيبقى سهل وبسيط يعني. أهم حاجة أنتوا بس تعرفوا تجاوبوا. قفل التسجيل.